كله شوف وين يبغى. يا ولد وين راح الكريك الثاني؟ من اللي شاله هذا؟ يا الله نطيح كفراته مرة سمعكم يا الله شنب الله الولد ارجع ريوس زين نرجع واير بليز ارجع وحش يا ولد اي كذا لا اعطوهم مجال اللي يطلع طلع ذا بعدين الثاني خلاص يقدم والله بيطلع من هنا والله انه بطل في نفس المكان يا حبيبي أوه. ما شاء الله تبارك الله جيبه لا تطفل لي هذا المزعج يا ولد طفي لمباتك كل الضوء ملع لي شمعاتك من زينه معاك كل واحد من حواليك روح يلا روح الله اكبر لا مو يجي المايك يلقط الصوت يلا روح خلاص يا سعود يلا يلا لا تاخر للتصوير ما عندنا جوائز يا ولد اخلص تقرا انت ولا ايش ما شاء الله تبارك الله يعجبني يطلع من اول مره يريحنا من الله 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 المبرمج جاكم يلا يا سعود مشي 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 ما هو ما هو اخوه يا طقمات طب طبيته بالرجال والرجال قاعد هناك يتقهوى تعال انت ابو كفرات تعال يلا يا ولد يا ابو بدر ابو بدر مطلوب بطل انه الداس عنده فيه مشكله هلا شغل شغل مالك اه مشتغل ما شاء الله تبارك الله جابها ماجد صلى الله عليك عبد الله هلا والله ما شاء الله تبارك الله يعطيك خير ويكفيك شره واهلا بالشاس يبغى عند الكريك خلو عند الكريك يا
لكن الرمل ينتصر. قبض عليه قبضة شنيعة. جاني جاني ترى غدروا قدموا الكريك ترى. ما يجاني ها؟ ماجد مين؟ سيارة ماجد. لا من هنا؟ مستحيل. والله من عنده؟ لا توك عارفه. ايوه بس ما جابها كذا راح يطلع. العود من اول ركزه يا ابو يا فيصل. تبي خلها بعدين لين طفت العمده. ما يمدي من هنا. اسمع العمده ما يمدي من هنا. شوفه جاك هنا ما ينفع. ماذا بك يا فتى يا سلطان؟ على الجهاز اناديك ابو فيصل. سلطان منو؟ روح تلف قبل ما يطلع. ايش بلا هذا يا عافر؟ من هذا؟ هذا مين هذا؟ ابو عبد اللطيف. ايوه كذا ابو عبد اللطيف خلاص سحبنا الالقاب. طيب زنكتود الحين هذا جاب من هناك ما جاب. ما يمديك اذا جيت من بعيد ما جبتها. بتجيب من هنا ضيقة. بس خلاص سيارات وراك. دقيقة تعال. يا الله غيره. ابو عبد اللطيف يجرب لي اول واحدة. قربوا يلا خلوه يجي. ايش؟ اضبط الخط وهذا طلع الحين. يعني تبغى تجرب؟ استعادة اللقب. استعادة اللقب اوكي. ما بس ما عندك كريك هنا. لا لا ما في. ها؟ اللقب على كيف؟ انت لو هنا لو جبتها من عندك كريك بعطيك لقب اقوى. طفي لدك اللي في اليمين هذا. طفيه ابو فيصل كاني اسمع تحدي. طفي اللد هذا اللي عندي هنا. لا هنا هو شوف هذا هو يبغى تحدي ولا ايش؟ ما قال بستعيد اللقب. خلاص اللقب من هنا قلنا له. يعني لسه يبغى لك شويه. يبغى لك كم طلعه عشان تستعيد اللقب. شوف تعال قدام. تعال بحاكي معك. تعال بسولف معك. ابو اسمعني. ابو عبد اللطيف فقد اللقب عبده مشد. تبغى عمر مشد؟ عمر مشد من هنا من مكانك. من عندي الكريك.
هاي ترى الاسامي ما بسهله يعني، مو على كيفك انت وياه. روح يا شنب. ولد جابه الولد، يا ولد جابه عمر مجد، عمر مجد. والله راح فيها عبد مشد. يا شباب سحبنا اللقب من ابو عبد اللطيف اعطيناه عمر مشد. ابو فيصل يلا والله يلا هلا بالهيلوكس. روح يا شرف. ما شاء الله ويله. صبرك ولا صور. لا ارجع ارجع يبغى يشرد اسرع ما وصل. والله ابو فيصل وين العمدة؟ انا شايف يا اخي ما يمدي، يبغى له يرجع من جديد. ارجع ارجع عشان اجيبها من جديد. طفي نورك طفي نورك. توكل يا وحش. عمدة مشد وخلاص دمك وخر. ليه تحفر طيب في الاخير هذا؟ ليش تحفرها؟ 10 متر ورا. قلت لك لازم يرجع ورا ذا شوي. ابو خالد وين مشي؟ يلا روح. يلا يا سعود طلعوا. ارميه ارميه يسار. ايش يبغى العمدة هذا؟ اجرب مرة ثانية. لا من هنا ما ينفع، لا يضيع نفسه. خلاص خلوه يجي كذا. والله انت تسحب بك زحف. من اللي بيجي يخلص انت يا سواليف؟ ابو عمار تقدمت الحين، يقول ليتني تقدمت شوي. جابه من بيت يا اخي. تسمع الصوت تقول ذاك العزم ليش كذا؟ ما ادري. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. جيبوا هنا جيبوا هنا جيبوا هنا. قدم قدم بطل. دور دور واحدة جديدة. نفسها نفسها عبد الله نفسها تجيبها. ما شاء الله تبارك الله. وين ابو ايمن؟ من اين تبغى؟
الفصل فصل دبلات ها. وين تبغى؟ شوف احنا عطيناك لقب تمساح، تبغى تاخذ لقب تمساح وعقيلي مشد منين؟ من عند الكريك هذا. من هنا من هنا ما واحده محاوله اقول لك يا تطلع. بس سيد ها؟ من اين تبغى؟ من هنا؟ يا والله انك كفو روح. عمل مشاكل. شوف اللقب اهم شيء يبقى بين الامريكي، هذا عنده لقبين، هذا عنده لقبين، التمساح الاخضر وعقيل مشد. اللقب يبقى بين الامريكي بس من عند الكوليك، من عند الكوليك. نزل قزاز عقيلي، نقص قزازك هذا، نزل نزل قزازه اكسره. من فين؟ من هنا. يلا روح. باقي قدام شوي. بس بس والله انك كفو، طلع قدام الكريت. يلا روح. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وين العمدة جاي؟ واخروا واخر اصدمكم والله ما يشوف ترى. يا اخي يدور القويه ما يروح في خطه اسهل لك يا اخي. يا عمده من النص، من النص تعال. يا رجعوه ورا يا هاي يا ما قدر يرجع. تعال دير قول له خذ ملف وتعال. ما هو ابو عبد الرحمن؟ يلا ابو عامر روح، ما نبغى سواليف. معليش فقدت اللقب. فقدته؟ يبقى بين الامريكي. بين الامريكي ها؟ ضيعت ولدك. روح. ما شاء الله تبارك الله. سكيت يا هذا طالع. ها ولد؟ ما يرجع ما يرجع. ارجع ارجع بقوه يا فيصل. يلا فيصل اخذ سياره العمده. ارجع ارجع. خليه هو يبرد.
الله يصلح حالك، هاي ذحين ما يطلع. ها شوف رفع رجله، شفت يوم قفلت له الكبوت طلع جيب لي الرابتر هذا. ان شاء الله لو خليته يقدم شوي. روح روح لا توقف لا توقف لا توقف روح. قول له طفي اللمبات طفي. شوف هو موتر احمر يوقف عند الكريك الاحمر. كمان 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 يقول لك شويه كمان فيها لقب هذه ياخذ اللقب من قبل لا يطلع. روح يا شنب ما اسمع بلا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ذكر الله طيب يا عرب. طفي النور طفي النور اطفي نورك يا عيال، اللي جايني هنا يطفي لمباته يا عيال، اتعبتوني نفسيا. يقول لقب ادي له لقب. شوف قول له سيده. لا 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 اخذ نص لقب ابو كنادة الحمرجة. جيبوا ابو رفارف غلط ذا شر رفارف ما ركبت وين لمبة اللد اللي ورا من ورا يا ولد من ورا ما انت بطالع حتى من هنا اقول له قدام ما يبغى. يلا روح تحسف لحين تحسف يقول ليتني تقدم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هلا ابو اللدات بيضة بحمرة. والله تعبت يا اخي وانا اصور. يعني يقول لي ليتني تقدمت. قدموا الثاني قدم. توكا على الله. الامريكي يحافظ على اللقب. الامريكي حافظ على اللقب وتقال طفي لمباتك طفي لمباتك. انا ما ادري ليش تولع لمباتك وجايب عرس انت جاي اخلص. يا اخي هذا الادمي ذا والله غابني يطلع لي فوق يا اخي يرفع رجله عند المشهد. صبرك صبرك ذا ما راح. اي ابو عمار ابو عمار ما طلع ذا
ابو شوق منك منك اطلع الثانيه ذيك اطلع الثانيه اللي في اليمين لا وليه رفعت رجلك فوق انت اطلع عاد يطلع رابع هاي ما يرجع جاب قلنا لك ما يرجع روح هاي عود عود قايل لك بعدين شوف في الفيديو يا ابو شوق شوف طلعتك دركسونك كيف كان ملفوف على اليسار ويوم انطلقت بديت تعدل هذا كلف لك العزم جيبوا 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 قولوا قولوا تبغى مشت قدام مراحمات مراحمات هنا يعني يقول لك تنقدم عبد الله قدم لك اياه ايش هذا؟ في اعلان في اعتبار بس 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 خلاص انت دوره؟ دوره؟ الله يوصلنا عند السياره ما ما شاء الله لا قوة إلا بالله العمدة خلوه ينطلق يلا وخر عنه ليش الله رهيب رهيب العمدة أثار الجماهير تعال تعال انتو كنادرك الحمراء ذي تعال على قول النداوي يقول حط في جنوط ومناكير بونا النداوي قال حط مناكير روح 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 وتعال بسرعة قدموا شوية قدموا الرابطة بس لا 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 بس يقدر يقدر الله يبطل آه النمرة هذه مو مضبوطة النمرة هذه مو مضبوطة يا شنب كانت أول ما شاء الله تبارك الله لا والله ما شاء الله تبارك الله ما عجبني والله شوف الكريك أنا قاعد وحيد حزين النمرة اللي طلعت فيها أول مرة أحسن من هذه، هذه ما أدري والله أنت طالع بإيش يا شنب، ما أعلم. ما شاء الله تبارك الله يا فيصل. اللي داخل مضمار يطفي أنواره يا شباب. فين يبغى ذا؟ بس يلا منين اقول له انت وريالاتك واحد ارسال واحد استقبال واللي في النص ما ادري ايش يسوي
العموم العموم اخر ثلاث دقائق اوقف تصوير. محاولة واحدة لا يوالي الكل، محاولة واحدة. وين يا يوسف ايش تسوي انت؟ محاولة واحدة يا طارق عشان ابقى بقفل يلا. الجميع محاولة واحدة عشان بقفل تصوير يا شباب. واحدة محاول يا عيال تعبت يا عيال ايش مراكم ورا 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 لا اسمع يا ابو عمار لا تقدم احد من هنا عشان يطلعون مره مسار واحد يلا روح روح وطفي لمباتك روح اللي جاي يبغى المضمار يطفي لمباته طفوا لمباتكم كلها يلا يا ولد اللي بعده اللي بعده والله انك بطل يا ولد والله انك بطل اما يا ميالي تروح اليمين بعدين تميل كذا على اليسار ميالي انت ليه تنحرف اليمين وبعدين تروح يسار هيا شوف قام اسوق هذا الحين من غير دبل ارجع بس ارجع ارجع شغل دبلك من غير دبل ما تجيبه واخر يا طارق دبل؟ دبل بالله عليك الان دبل اللي بعده اللي بعده اللي بعده سريع يلا يا عمده يلا يا عمده روح انطلق يا عمده اطلع يوسف اطلع يوسف اعطوه تعليمات غلط يا عيال من انت جاي المواتر ما شاء الله دقيقة واحدة يا شباب الكل دقيقة واحدة ونوقف التصوير اخلص روح من عندك سلطان ان شاء الله تبغى هذا اسطب مين هذا اللي طاح اما اسطب يطيح حق مين؟ هذا ابو فرح اما ايوه اللي في الله صدم يلا سريع سريع اشوف من اخر الدنيا جاء ولا طلع ويجي هنا يطلع اللي بطفي لمباته ذا يطلع يوسف يوسف طالع يوسف بجير طفي لمباتك وتعال قدام يلا يلا اللي بعده سريع
شاء الله تبارك الله. هو طاح في القش. ويحفر قول له طفي اللمبات. تبغى يصدم الموتر اللي قاعد فوق هذا وش يسوي قرم قرم كذا؟ على العموم نص دقيقة واقف. جاء 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 الشغل اللي مو مضبوط. وبكذا نسودعكم الله حتى نراكم في الاسبوع القادم باذن الله. بشويش بشويش يا عقيل تشتغل لما تسلم. شكرا لمتابعتكم، شكرا لتعليقاتكم. واذكر دائما كومنتات انا ارد عليها. خلك 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 لين الجمعه الجايه، خلك هنا. كومنتات دائما في ال 24 ساعة الأولى اللي أنا أقدر أجاوب عليها وأرد عليها، واعذروني من الكومنتات اللي تكون بعيدة شوية ما أقدر أجاوب عليها. وبعون الله نبارك. للشعب السعودي باليوم الوطني الأسبوع القادم بإذن الله. ما نعرف إذا في شيء حنسويه أو شيء زي كذا، ولكن خلاص خلوا واقف. نقول كل عام والوطن بخير. كل عام وقادتنا بصحة وعافية. وإلى الأمام يا مملكة العربية السعودية، إلى الأمام. الله يحمي هذا الوطن ويحمي كل من على أرضه. أستودعكم الله ونراكم على خير بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.